السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هكلمكم عن موضوع حمى السفر. حضرتك بتروح تشتري عجول من السوق أو من أي مكان بعيد، بتيجي تجي عندك العجول، بعد 3 أسابيع بيبدأ يظهر عندك مشكلة كبيرة في العجول، حالات التهابات رئوية جديدة أو حالات العجول بتاكل ومش بيبان عليها، وده في الغالب بيبقى نوع من أنواع برضو الالتهابات الرئوية. حمى السفر عبارة عن مسبب المرض هو البسترلا مالتوس ده او المينينهيميا هيمولوتيكا. الحل من الاخر يا جماعة ان احنا نحصن دايما وبشكل دوري العجول، ونشتري العجول بتاعتنا من مكان يكون محصن، ولو مش محصن حضرتك وبتشتري لازم اهم حاجة انك تدي حقنة مضاد حيوي طويل المفعول زي مثلا التراكسين او الاوكسيتيتراسايكلين، بحيث ان حضرتك تقدر تعدي الفترة بتاعت النقل، واول ما بتيجي عندك العجول وتستقر تبدأ تحصن تحصين التسمم الدموي. النهاردة نكلمتكم عن حاجة من الحاجات اللي ناس كتير ممكن تقول مش بتاخد بالها منها، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات اخرى الفترة الجاية ان شاء الله.